أهلا بكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم المسيحية والإدمان حلقة النهاردة حلقة مهمة جدا لأن النهاردة هنتكلم عن نوع جديد من أنواع الإدمان ونوع خطير في نفس الوقت آه النهاردة هنتكلم معنا على الإدمان بتاع التكنولوجيا نفسها وازاي التكنولوجيا بقت عنصر هام من عناصر الإدمان في حياتنا دلوقتي أو في حياة الولاد الصغيرة يسعدني النهاردة بوجود دكتور يسري أرمانيوس معايا بجد شرفتنا يا دكتور أهلا بحضرتك أهلا بيك يا مرغريت سعادة بلقاء حضرتك للمرة تانية يا دكتور شكرا ستي ألف شكر دكتور بداية النهاردة هنحب نتكلم مع حضرتك عن نوع مهم جدا وهو إدمان التكنولوجيا وعايزين نعرف إيه هي تأثيرات التكنولوجيا في حياتنا حاليا لك حق الحقيقه ان ده يعني من اخطر انواع الادمان اللي بتهدد اولادنا وبناتنا النهارده ويمكن انا بس اخش من ادمان التكنولوجيا على بعض الادمانات الاخرى اللي احنا ما اتكلمناش عليها بالتفصيل قبل كده أه النهارده نسال نفسنا اولادنا وبناتنا بيقضوا كام ساعه كل يوم قدام الكمبيوتر وعلى الانترنت في الشات رومز في الفيسبوك كل الحاجات دي النهارده حتى التكست مسجز والسيل فونز الادوات الصغيره دي التكنولوجيا دي قلبت كيان العالم بالذات ال سنه الاخرانيه بقيت جزء لا يتجزا دكتور من حياه الناس وجزء مهم الولد الصغيره اه هو الحقيقه هو جزء مفيد جدا ما فيش شك ده حسن قوي وسائل الاديوكيشن والتعليم إلى حد كبير، بس للأسف آه أي حاجة نقدر نقول عليها ميكسد بلاسينج يعني ليها فوائدها وليها أضرارها النهاردة ولو إحنا النهاردة اتكلمنا على التكنولوجيا ازاي انها بتساعد اولادنا وتساعدنا احنا ككبار يعني طبعًا. وسائل الاتصالات اه لو حد يحب يعمل ريسيرش ولا حاجه Absolutely. برضه بيكون ظاهر بيستخدم وسائل التكنولوجيا كتير الانترنت والحاجات دي بتساعدنا وبتفيدنا كتير ده حقيقي لكن لما يكون بقى الانسان شغله الشاغل الاول والاخير هو عادته على الانترنت والشات رومز والفيسبوك والحديث بالتليفونات السيل فونز والتكست مسج والنهارده فيها حاجات خطيره كمان يعني النهارده العالم صغر وقرب من بعضه قوي <applause> اولادنا وبناتنا النهارده بيتخاطبوا بكل الوسائل دي وبعدين كل النهارده كل تقريبا اجهزه اللابتوبس الجديده عليها ويب كاميرا بتنقل صوت وصوره فبيشوفوا بعض بيتكلموا مع بعض المدخل بتاع التكنولوجيا والانترنت لما يخشوا على المواقع الجنسيه اللي هي بتشجع الانسان على الانحراف الجنسي كل دي حاجات ادمانيه خطيره ونشكر ربنا ان احنا يعني في كتير من المحاضرات النهارده في الكنائس بتتكلم عن الناحيه دي طب آه، دكتور عايزين نعرف العوامل المؤديه لادمان الجنس اه ادمان الجنس ده آه، كويس ان حضرتك فتحتي الموضوع ده احنا اشرنا ليه في حلقة سابقة يعني لكن عايز اقول ده برضو خطر بيهددنا واللي بيشجع الخطر ده ان الجلس النهارده ما بقاش حاجه صح صعبه الحصول عليها يعني زي ما انا بقول احيانا في المحاضرات اقول الجلس ده دخل لاولادنا وبناتنا عن طريق اللابتوب وعن طريق السيلفون والايفون دخل في في البيت ودخل في أوض النوم وفي المكتب وفي كل حاجه وبيحصل كتير ان اولادنا وبناتنا بيبقوا قاعدين بيعملوا حاجات عاديه كويسه على المذاكره أو في المذاكره بتاعتهم او بيعملوا تشيك على الايميل ومره واحده يبص يلاقي حاجات دخلت دخلوهم على مواقع مش كويسه ما بيحتاجوش هم يفتحوها يا دكتور المشكله ان الانسان بيبقى بيعمل الشغل بتاعه وبيلاقي ساينز تطلع له كده بحاجات و بالظبط وكان في ناس يعني هم المتخصصين اللي ماسكين المواقع دي مم. عايزين يوقعوا اكبر عدد من الشباب حتى الكبار في الشر في الشر وفي الشهوات الجنسيه وادمان الجنس وبعد كده نبص نلاقي بعد شويه الانسان ده انحرف وخصوصا بقى لو كان في عوامل اخرى في حياه اولادنا وبناتنا وهم صغيرين اللي بيشجعهم طبعا على الحاجات دي لما بيبقى في افساد للطفوله بتاعتهم في عثرات في حياتهم وهم صغيرين بيتعرضوا لايذاء جنسي او ايذاء بدني خطير كل دي برضه فاكره حضرتك موضوع ما بنتكلم على موضوع الاكتئاب وازاي الاكتئاب ده بيخليهم بعد كده مهيئين يدوروا على حاجه تطلعهم من الاكتئاب تديهم نوع من اللذه الجنس ده من اسهل الحاجات اللي بتؤدي بالموضوع ده الى كده اللي بيزود كمان الموضوع ده مفيش تربيه جنسيه سليمه كويسه الا في بيوت مسيحيه قليله البيت ما بيقومش بالدور بتاعه في تربيه الاولاد والبنات هم الصغيرين التربيه الجنسيه ما بيديهمش مصادر للتربيه الجنسيه تكون مصادر طاهره ومبنيه على اساس مسيحي او اساس انجيلي كل الحاجات دي بتخليهم عرضة لو اتفرجوا على حاجة أو بلاش تفرجوا بيروحوا المدرسة أحيانا بيكون الإغراءات جاية من زملائهم في المدرسة إحنا ما نضمنش زملائهم دول بزا. آه اتعرضوا لإيه وتربوا إزاي فبص ده بيعلم ده والموضوع بيفلت من, من الكنترول بتاعك حتى الخدمة دكتور يعني المفروض يبقى لها دور مدارس الأحد للأولاد الصغيرة طبعا مع مراعاة السن مع مراعاة الحالة الاقتصادية بتاعة الأسرة والحالة الاجتماعية بتاعة الأسرة وأساليب التربية بتاعة الأسرة مع مراعاة كل العوامل دي لازم الخادم أو الخادمة يفهم الأولاد عن الموضوع دوت عن الجنس بأسلوب مبسط يناسب السن ده مش لازم نتجاهل الموضوع تجاهل تام علشان بعد كده الأولاد هيلاقوا السورس الوحيد ليهم هو المدرسة أو أصحابهم فدوت هياخذهم لتيار إحنا مش عاوزين يدخل... مش عاوزينهم يدخلوا فيه. ده حقيقي هو الحقيقة مش مقصود التجاهل هو اللي بيحصل إن أبائنا وأمهاتنا ويعني آباء الأمهات عموماً ما طلعوش بتربية جنسية سليمة في أغلب الأحوال فما بيعرفوش هم إزاي يوعوا أولادهم وبناتهم. عشان كده احنا محتاجين يعني. نوعي او الاباء والامهات في النقطه دي وبعدين الخدام بيبقى عليهم عبء اكبر خدام وخادمات في الكنيسه لان هم خصوصا بقى لما يقعدوا مع الولاد والبنات ويسمعوا منهم مشاكلهم واسئلتهم <applause> عشان كده احنا محتاجين لبرنامج توعيه توعيه كامل خصوصا في ناحيه التربيه الجنسيه إيه السلوكيات الاسره يا دكتور مثلا بيبقى لها تاثير على الانحرافات بعد كده ما فيش شك يعني إحنا بنشوف مشاكل كثيرة بدأت داخل البيت مفيش موضوع الحدود الباوندريز إن تخلي كل واحد يحترم الآخر مفيش أب يقرب من بنته مثلا يلمسها أو أخ كبير أو حاجة زي كده احترام الخصوصية العيال لما بيخشوا الحمام وكده ما فيش حد كبير ولا حد مخت... آخر ي... لازم دي كلها اسس سليمه عشان تربي في اولادنا وبناتنا تقديس الجسد واحترام الجسد والاعضاء الجسد الجنسيه دي مقدسه كل دي اتجاهات مسيحيه اساسيه اولادنا اللي بيتعرضوا لايذاء جنسي داخل البيت سواء من نفس الاسره او من من بره من القرايب او من اصحاب او كده حاجات بتحصل ورا يعني ظهرنا واحنا كاباء وامهات ما بنبقاش عارفين واخدين بالنا كل دي حاجات برضو نقط عايزه الحاجات دي كلها اصلها بتؤثر على على احترام الجنس وعلى مفهوم الجنس لانه لو احنا نبهنا ناحيه الجنس في الاطفال الصغيرين قبل اوانهم تعرضهم للبورنوجرافي دي والصور الجنسيه او يشوفوا او يناموا في اوضه النوم مع البيرنس, البيرنس. بتوعهم ودي حاجه انا دايما بقول عليها ممنوعه من اول يوم في, في حياه الطفل ما ينامش في اوضه النوم اطلاقا حتى لو في سرير لوحده حتى لو في سرير لوحده ما ينامش في اوضه النوم اطلاقا مع البيرنس بتوعه لازم يبقى له قطة، لازم يبقى له سريره الولاد والبنات بعد شويه لازم نفصلهم من بعض وهم صغيرين كل دي حاجات اساسيات ان لو احنا نبهنا الناحية الجنسية في ذهن الطفل وهو صغير ده بيلخبط كيانه خالص وبيدخله بعد كده بيحط فيه استعداد لادمان الجنس او الانحراف الجنس او للشذوذ الجنسي هو نفس الاطفال اللي بيكونوا بيعتاد عليهم وصغيرين بيبقوا عرضه للحاجات دي كلها بعد ما بيكبروا يعني الحاله النفسيه بتاعه الطفل هو لسه صغير خالص واحنا مش متخيلين ان هو مدرك اي شيء فعلا بيتاثر بسلوكيات الاسره او الاب والام داخل الحجره بتاعتهم. ويتاثر بسلوكيات الناس الغرب والضيوف الصغيرين والكبار احنا لازم نبقى عينينا دايما على عيالنا لازم نبقى خصوصا هم عيالنا صغيرين ولازم نشجعهم على الحاجات الاساسيه ما حدش يلمسهم في الاعضاء الجنسيه بتاعتهم ما يتفرج عليهم لما يحصل حاجة لا سمح الله ييجوا يتكلموا عنها مع البيرنس ويحكوا عنها عشان البيرنس يقدروا يساعدوهم بسرعة قبل ما الموضوع يعني يبقى تو ليت أو أوت أوف كنترول العيال دول ممكن بعد كده لو أهملناهم بيخشوا في اكتئاب واكتئاب ده بيرسب برضو الشذوذ الجنسي ويرسب الانحراف الجنسي والإدمان للجنس بعد كده كل دي حاجات نواحي توعيه بالنسبه للاباء والامهات عموما انا عجباني اوي النقطه اللي حضرتك دلوقتي بتتكلم فيها وبتقول ان احنا كاباء وامهات لازم نخلي اولادنا ان هم يكونوا اوبن معانا يتكلموا معانا يقولوا إيه اللي حصل معاهم في المدرسه دي من الاساليب التربويه السليمه ان احنا نسمع لاولادنا ما نخوفهمش مش الطفل او الطفله لما يجي يقولوا حد كلمني في حد مسك ايدي نشخط في الطفل ونقول له ما كده ده حد كبير عادي الكبير مسموح له ان هو يمسك ايدك او ايدك لا الكبير له نظام معين في التعامل مع الطفل وله اساليب لازم يتبعها في التعامل مع الطفل ده ده حقيقي ولما يكبروا العيال شويه نبتدي نشجعهم على الاعتراف عشان من هم يعني في اول سن مناسبه يمكن سن 12 سنه زي ما قلنا قبل كده يقدروا يعترفوا في البيت عشان ويحسوا ان هم مطمنين لما بيتكلموا مع الاب او الام او مع ابونا في نطاق سر التوبه والاعتراف يتشجعوا لان ده جزء برضو من الوقايه والعلاج في نفس الوقت الواحد لما بيتكلم عن احاسيسه خصوصا احساس الذنب او احساس الخجل المتعلق بالخطايا الجنسيه وكده ده بيشجعهم دايما على الجهاد والانتصار على الخطيه وانهم يقربوا لربنا انا عايزه اتكلم اكتر يا دكتور في الناس الاطفال او الادلسنز اللي هم الشباب اللي تعرضوا في طفولتهم للايذاء الجنسي من احد افراد الاسره مش مشكله هو مين هل هو بيرنتس ولا انكل ولا حد كده هوت ايه تاثيرها على نفسيه الطفل ده قد ايه بتخليه يعاني في حياته معاناة يعني لا يعني لا ما اقدرش اوصفها لك يعني يعني اهو ده مثلا جزء من الايه اللي السيد المسيح قالها اللي اعصر احد هؤلاء الصغار يروح يعلقه في حنق حجر الراحه ويترمي لان تاثير العصره على اولادنا وبناتنا بالذات العصر الجنسية هم صغيرين بيأثر على حياتهم الى ابعد المدى ومش هقول لحضرتك لان دي قضايا حية احنا بنعاني منها النهاردة وبنقابلها في طيب ممكن تدينا في مثل يا دكتور؟ نعم؟ ممكن تدينا مثل يكون حي طبعا من غير ذكر اي اسم ولا اي تفاصيل أوه. عن الشخص ده بس تدينا مثل حي يعني يقول لنا قد ايه الانسان بيعاني بعد كده في حياته المستقبلية من الاعتداء اللي حصل له بيعاني لان هم بيتلخبطوا وبيطلعوا مش يعني مفهومهم للجنس ما هوش مفهوم مسيحي او مفهوم ناضج وما بيعرفوش ايه الصح من الغلط وبيبتدوا يخشوا في اه تصرفات جنسية اه مؤذية جدا اه ممكن ينحرفوا في اتجاه الشذوذ الجنسي ممكن ينحرفوا في علاقات جسدية وجنسية وهم لسه شباب صغيرين وبيلخبطوا بين مفهوم الحب البريء والمحب النقي وبين الجنس اه كل دي حاجات بتحصل لهم وهم من هم صغيرين وهم شباب عشان كده الناس دول احنا دايما نقول محتاجين لعلاج نفسي محتاجين يروحوا لحد متخصص محتاجين يتكلموا ويفتحوا قلبهم وكتير طبعا اباء الاعتراف بيشوفوا المشاكل دي احيانا في الاعتراف والخطوره الكبرى بقى لما يجوا بعد كده بعد ما يتجوزوا لانه آه. بعد الزواج التاثير الحاجات والتعرضات الاولى حصلت في حياه الاولاد وبالذات البنات كمان بتأثر عليهم في علاقاتهم الزوجية مع أزواجهم بتخليهم مش قابلين فكرة الجنس في الزواج أو, سد أو يعني عندهم الموضوع ده مؤلم أو مرتبط في ذهنهم بقصص مؤلمة أو حاجات زي كده وده طبعا بيأثر على العلاقة الزوجية وبيأثر على الطرف الآخر وأحيانا المشاكل دي بتتطور وتخش في انفصال ويعني حاجات يتأثروا خصوصا بقى لو في أطفال في البيت فعايز اقول لحضرتك تاثير الايذاء الجنسي والتعرض للايذاء الجنسي من الطفوله يمتد في حياة الإنسان ويأثر عليه إلى سنوات طويلة جدا ويمكن إلى آخر العمر إلا إذا كان الشخص ده هيروح ياخد كاونسلينج أو مشورة في ناحية الإدمان الجنسي أو التعرض للاكتئاب بسبب الجنس دي كلها حاجات بتأثر على أولادنا وبناتنا يعني يا دكتور يعني ده مش بيأثر بس على الأولاد في الفترة اللي بيحصل فيها الاعتداء ده بيمتد التأثير لغاية آخر عمرهم. دي حاجة يعني محزنة جدا إن حد من أفراد الأسرة وتشيز يعني الناس المقربين لينا اللي احنا بنحس بالأمان معاهم وبنحس إن احنا لو سبنا لهم ولادنا هم أأمن ناس عليهم إن يحصل منهم تدمير لحياة ابني أو بنتي يعني حياته كاملة مش في فترة حتى بس صغيرة ده حقيقي وأضيف على كده برضو مش لازم يكون إيذاء جنسي مباشر أحيانا يكون تعلق زائد يعني إيه آه يعني الـ 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 الأم اللي هي متعلقة بابنها زيادة عن اللزوم وبتتعامل معاه كما لو كان هو جوزها يعني سواء الجوز يعني الزوج غايب او الزوج مش بيدي الحب الكفايه لمراته الاب ده بيحول الحب بتاعه ده او العاطفه بتاعته لبنته والام تحول العاطفه بتاعتها لابنها فتبص تلاقي مثلا الاب اللي هو مراته مش موجوده او مش بتديله حب الكفايه تلاقي خد الحب ده واداه لبنته ممكن بدرجات متفاوتة لكن كل الحاجات دي ممكن تاثر على مستقبلها كزوجه أو كبنت او بالذات من الناحيه الجنسيه الام اللي لازقه لابنها زياده عن اللزوم خصوصا بعد ما بيعدي سن 12 سنه ولسه بيناموا جنب بعض في سرير واحد وحاجات طبعا يعني حتى لو ما بتاخد الشكل الجسدي الجنسي لكن دي حاجات هتأثر قوي على مستقبل الراجل ده وتأثر على علاقته الجسدية مع مراته بعد كده ممكن تؤدي إلى فشل جنسي في علاقته الجنسية مع زوجته بعد كده والسبب إنه هو اتلخبط لأن الأم كانت بتقرب قوي من ابنها بتدخله معاها الحمام حاجات زي كده ينام جنبها حتى لو ما كانش في علاقة جنسية مباشرة كل الحاجات دي بتأثر جدا على اولادنا وبناتنا يعني لازم الامهات تبقى واعيه للنقط لل... الرئيسيه اللي حضرتك بتتكلم فيها والاباء طبعا ان هم ب... بحسن نيه هم ما بيعرفوش انهم بيأذوا اولادهم هم حاسين ان هم كده بيحاولوا يقربوا اولادهم منهم لكن المشاعر اللي احنا بنحطها للولاد لازم نعرف ان هم فاهمينها كويس، إذا كانت مشاعر حب صافيه ونقيه فعلا ولا بنبحث احنا عن الحب اللي احنا فاقدينه في الطرف الآخر في الولاد بتاعتنا. بالظبط وبعدين بعد ما بيتجوزوا الأم مش عايزه تسيب ابنها ولا بنتها في حالها. والاب نفس الحكايه مش عايز يسيب ابنه او بنته في حالهم تحصل عمليه غيره بقى دكتور في عمليه غيره, غيرة. شغل الحما والحما أيوة. والكلام ده كله اللي احنا عارفينه لكن كل دي عشان كده احنا بنقول الاسره جمال الاسره الحقيقه لو مش حسب النظام بتاع ربنا الزوج والزوجه دول يحبوا بعض ويفضلوا يحبوا بعض مدى الحياه علاقتهم مع بعض كزوج وزوجه ما تنتهيش مدى العمر العيال دول ضيوف بيخشوا البيت بيتربوا كويس في خوف ربنا ومحبة ربنا وبعد كده الولاد دول بيكبروا وينطلقوا لحياتهم يتجوزوا يروحوا الحالة ونسيبهم يترك الرجل أباه وأمه ويلتصق بامرأته والبنت بيقولوا لها انسي شعبك وبيت أبيك فتبقى الحياة كويسة هن والأب والأم بعد ما الولاد بيمشوا خلاص بيرجعوا يعيشوا مع بعض كأنهم لسه متجوزين دي حاجة جميلة جدا وده قصد ربنا من الخليقة طب هل الحاله الاجتماعيه يا دكتور مثلا للفرد بتاثر عليه ان هو تخليه ممكن هيم ان هو تخليه ان هو ينحرف مثلا لو هو مثلا مش مرتبط او لو منفصل عن زوجته مثلا او هي منفصله عن زوجها هل ده بيأثر في الانحرافات ولا اه طبعا طبعا عشان الجنس يعني أوه. خصوصا من ناحيه الجنس خصوصا بالظبط هو اي نوع من الانفصال والخصام والطلاق والحاجات دي كلها بتعسر الاولاد يعني في مثلا تلاقي ابنه ابن مثلا ابوه وامه كانوا بيتخانقوا وهم صغيرين وبعدين انتهوا بالطلاق جاله اكتئاب الكتاب ده عرضه لاي نوع من الانحراف بما فيه ادمان الجنس او نوعيه من أنواع ادمان الجنس والبنت نفس الحكايه شافت انه باباها ومامتها متخانقين ومنفصلين بيجي لها كتاب وبيأثر عليها وبعد كده بيأثر على حياتها بعد ما بتتجوز عشان كده سلامه الزواج وسلامه الاسره اقدر اقول ده احسن وقايه بجانب الحياه الروحيه السليمه او المفاهيم الروحيه السليمه للوقايه ضد ادمان الجنس يعني لو في طرف من الاطراف يا دكتور مثلا الزوج او الزوجه رافض الطرف الاخر لسبب ما او مش حبه قوي ويعني رافضه خالص هل ده بيأثر على الطرف الاخر ان هو يبتدي ان ينحرف ويبتدي يدمن الجنس او يتعب من حاجات معينه اكتر من الطبيعي <تصفيق> <تصفيق> الحقيقه يعني اه هذا اقول فعلا كلامك مظبوط لانه الانسان اصله لو ما فيش يعني احتياجاته الطبيعيه مش مو مش بتلبى يعني الانسان بيتوقع من الزواج ان في احتياج طبيعي بي بي, بي بيشبع اه بيشبع منه زي الطفل الصغير بيتوقع ان احنا نجيب له اكل وشرب وسرير وكده بعد الزواج برضو الزوج والزوجة بيتوقعوا معاملة معاملة من ناحية من, من 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 مستوى معين سواء احتياجاتهم الجسدية او العاطفية او الحب او الناحية النفسية لما بيلاقوش كده اي حاجة ممكن تحصل يعني يا دكتور كمان البيئة المحيطة كمان ليها تأثير بجانب العوامل اللي هي في الأسرة ولا العوامل البيئية الناس اللي الإنسان بيتعامل معاهم لهم تأثير برضو في حياته اللي هم غير نطاق الأسرة نفسها بس أأكد لحضرتك أنه لو داخل الأسرة سليم ده بيحصن أولادنا وبناتنا أحسن تحصين يعني سلامة الأسرة ولكن بيحصل طبعا حين بيبقى جوه الأسرة سليم ويحصل حادثة يعني يجي ضيف يزور الأسرة يحصل اعتداءات جنسيه على بنتهم ولا على ابنهم بتاثر حتى لو جو عشان كده انا بقول لازم الاسره يبقى فيها رعايه وفيها اشراف على اولادنا وناخد بالنا لازم مننا. يبقى فيه حمايه يعني لازم يجينا الحمايه احسن يعني لو احنا خدنا بالنا وعملنا وقايه قبل ما الحادثه تحصل ده هيبقى احسن لنا ورج يعني مش هن مش هن مش هنعترض هن... وبعد كده نقول يا ريت اللي جرى جر مكان بالظبط حمايه الطفل دي حاجه اساسيه جدا وده واجب الاب والام وتر... وتوعيه الطفل والتربيه الجنسيه السليمه واجب الاب والام اه ما نزودش حته عقده الذنب وعقدة العار فاكره اتكلمت ح... مع حضرتك فيها قبل كده احيانا لو احنا ثبتنا في ذهنهم حته عقده الذنب دي بيبقوا حساسين ولما بيكبروا يبقوا تين ايجرز يبتدوا يقعوا خطايا جنسية فعقدة الذنب بتزيد عندهم بتخليهم ييأسوا وينحرفوا ويرموا نفسهم في ادمان الجنس. لازم فكرة المغفرة والقبول خصوصاً إن احنا كلنا بنغلط وأي إنسان بيغلط وخصوصاً مرحلة التين 10ايج دي مرحلة سقوط متكرر لازم نشجع أولادنا وبناتنا ونديهم حتة الأمل. بسمع كتير يا دكتور الناس تقول لك حرس حارس اسرائيل لا يغفل ولا ينام انا مش محتاج اخاف على الاسره بتاعتي انا اولادي في ايد ربنا ده تواكل مش اتكال على ربنا في فرق بين الاتكال والتواكل هل ده دكتور التواكل وان احنا نسيب كل حاجه كده بتمشي بالبركه زي ما بنقول هل ده, ده, ده مشكله؟ لا هو البركه حلوه ويمكن انا برضو مش عايزه اقول عشان احمي اولادي وبناتي ان انا بقى اوفر بروتكتيف يعني ازود الحمايه ليهم لدرجه ان انا اخنقهم ما انا مش مفروض لو خنقت عيالي كمان هينحرفوا فلازم تبقى العمليه متوازنه يعني بالظبط كده الاحظهم من بعيد واشوف اذا كان كل حاجه كويسه من وقت لاخر وبعد كده اتكل على ربنا زي ما حضرتك بس ما اقدرش الدول. اروح الكنيسه مثلا اقعد في الكنيسه 24 ساعه كاب او ام واقول ولادي في ايد ربنا، ولادي برده وزنه من ربنا محتاجين ان انا اركز معاهم اخلي بالي هم ايه اللي بيحصل معاهم. اطلاقا مش مبرر ان احنا نروح نقضي وقتنا كله في الكنيسه والخدمه ونسيب اسرنا لانه يعني لابد ان احنا نعتني بالخاصه ولا سيما اهل البيت زي ما قال الكتاب. فده حاجه جزء اساسي جدا. انا على المهم يعني يعني حضرتك اثرت ادمان التكنولوجيا والجنس ودي نواحي لكن انا يمكن ما اتكلمتش كمان على في ناس كتيرة النهاردة بيدمنوا الجيم مثلا عارفة حضرتك الرياضة والجيم دي حاجة كويسة جدا لكن لما بتزيد على حدها والواحد بيدفع الثمن من نواحي اساسية في الحياة بيفقد الانسان في الحالة دي ادمان الشغل مثلا الناس اللي بيقعدوا في الشغل ساعات طويلة مش بس في الكنيسه ويهملوا أو اولادهم وبناتهم كل دي الانواع ادمان الشوبينج مثلا الناس اللي بيروحوا يضيعوا كل الوقت في الشوب دي انواع بس يعني مش جايز ما انها خطيره قوي لكن ممكن تاثر على حياه الانسان. محتاجين كمان يا دكتور نعلم ولادنا كونوا قديسين كما ان اباكم الذي في السماوات هو قدوس محتاجين نعلمهم العفه والطهاره محتاجين كمان نعلمهم ان اجسادهم دي اجساد المسيح واعضاء المسيح ومش ممكن ناخد اعضاء المسيح تحت اي ظرف من الظروف ونجعلها اعضاء زانية بان احنا نعلمهم كده لو لقوا اي حد بيقرب منهم بطريقة خاطئة في المدرسة او في الكنيسة او في العيلة او في اي مكان هم هيبقى لهم رد فعل وهم هيعرفوا يحاموا عن نفسهم ما تنسيش يعني حضرتك كمان بالاضافه كده فضيله ضبط النفس وتاجيل اشباع اللذه. زي ما حضرتك كلمتنا في الحلقه اللي فاتت او متهيألي حلقتين فاتوا كمان عن ان احنا نعلمهم ان هم يكونوا صبورين، يتعلموا الصبر. حتى يعني لو لا لو ضروري جدا نعمل لهم حاجه معينه زي ما حضرتك قلت ممكن نقول لهم بعد الصيام على العيد. بالظبط. كل دي فضائل اساسيه جدا وتتكامل في حياه الاسره المسيحيه أه بشكر حضرتك جدا يا دكتور على وجودك معنا النهاردة أه معلومات قيمة وعلمية وروحية أنا بيعجبني أسلوب حضرتك جدا جدا اللي بيجمع بين الروحانية والعلم أشكرك بشكرك المرة الثانية على وجودك معنا في الاستوديو أشكرك أنا دي بركة كبيرة لي شكرا لك يا شكراً دكتور أعزائي المشاهدين في نهاية حلقتنا أحب أقول لحضراتكم لازم نعلم أولادنا أنهم يكونوا قديسين كما أن أبانا الذي في السماوات هو قدوس اشكركم على حسن المتابعه واشوفكم في حلقات قادمه ان شاء الله شكرا ليكم